اهلا بيكي فركش. اهلا وسهلا. احنا سمعنا ان في جزء تاني من فيلم بنك الحظ. هو المفروض ان فعلا في جزء تاني من بنك الحظ، في جلسات عمل مع المؤلفين مع المخرج الاستاذ احمد الجندي، ومفروض ان هو بيحط فكره جديده عشان ما تبقاش قديمه يعني، وبيحس ان هو يبقى اعلى من الجزء الاولاني باذن الله رب العالمين. ومبسوط طبعا جدا بالخبر يعني. هل توقعت نجاح فيلم بنك الحظ؟ والله الى حد ما، لانه هو الحمد لله رب العالمين كان إن الناس بتضحك في اللوكيشن يعني، في ناس من ورا الكاميرا كده الواحد برضو ايه يعني هو بيحس منهم ان هو هل الشو حلو او المشهد حلو او الكلام ده كله، فكان بيضحك في اللوكيشن. بس احنا نفسنا ما تكوناش متوقع النجاح الكبير دوت، بس هو يعني يطلع عمل حلو فالحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا يعني بالموضوع ده. ليه ما اتعملش جزء تاني من برنامجك محدش فاهم حاجه؟ والله كان في افكار بس اعتبرتها يعني افكار قديمه شويه، او ان هي هتبقى برضو افكار بالنسبه بنفس الفورمات، وحصل اللي احنا يعني ما لقيناش فكره فخلاص يعني، فقلنا لما نلاقي فكره ما نعمله تاني. زعلت من هجوم بعض الناس على البرنامج انه مفبرك او تقليد لابراهيم نصر؟ لا خالص، هو الغرض من كان البرنامج دوت ان هو يعمل زي نوستالجيا للناس عن المواقف الكوميديه اللي زي دي او البرامج الكوميديه اللي زي دي، والناس فعلا وصل لها ان هو فكرنا ببرامج ابراهيم نصر والكاميرا الخفيه، فكرنا بالحاجات ديت وبتاع، انها رجعت تاني من اول وجديد، فده كويس مش وحش، ده الغرض منه وده اللي حصل. والله اصعب المشاهد مشهد 25، مشهد 25 ده قعدنا فيه 3 ايام لانه كان مطارده، ومطارده من ضفدعه، فالمفروض ان احنا بنجري في النجيله وبتاع وبنستخبى في علبه برينجلز وكده، فده طبعا خد شغل كتير لان كان اغلب الشغل جرافيكس. الزعيم عادل امام يعني قامه كبيره جدا وهرم كبير جدا جدا في الفن المصري والفن العربي عموما يعني، وان امكانيه ان احنا ان واحد ممثل يمثل جنبه ده كده يبقى جاب ليفل وحش يعني بمعنى اصح. طبعا فخور طبعا بالتجربه معايا جدا، وتعلمت منه حاجات كتير جدا على مدار عملين مأمون وشركاء وعفاريت عدلي علام، اتعلمت منه الاجتهاد في الشخصية، اتعلمت منه المذاكرة على الدور، اتعلمت منه الاجتهاد في التمثيل ذات نفسه. لا يعني مدرسة ماشية أكاديمية. الجديد عندي بنكمل فيلم تماسيح النيل إخراج سامح عبد العزيز، وفيلم دماغ عالية بطولة احمد فهمي وروبي. سلام يا صيع.